النهارده احنا بنعمل ايفنت ورشه رمضان. احنا حقيقه بنعملها كل سنه، بنعلم اطفالنا ازاي يعملوا فانوس او يعملوا زينه رمضان باشكال مختلفه. الحقيقه احنا بنعمل ده كل سنه في لجنه الطفل في الفروع، كنا الاول في فروع الثلاثه وان شاء الله السنه دي هيبقى في فروع التجمع كورشه رابعه. عملنا امبارح في مدينه نصر والنهارده في الجزيره، الخميس الجاي ان شاء الله في الشيخ زايد، والجمعه الجايه هيبقى عندنا ان شاء الله في القاهره الجديده او في التجمع. اليوم كله بيتضمن عباره عن احنا بنعمل ورشه رمضان، سواء زينه او فانوس بالفوم او بالخشب او بالورق او كده. بنعلم الاطفال ازاي يعملوا بالريسايكلينج، التكرات موجوده وهم موجودين في البيت. بعد كده احنا عندنا جو رمضاني كبير، احنا بنعمل فوتو سيشن، الاطفال بيتصوروا في جو رمضاني من خلال الخيمه الرمضانيه، من خلال الماده الفول، الحاجات اللي احنا بنعملها في رمضان اللي هي الفولكلور الشعبي اللي احنا دايما بنستعين بيه في رمضان. النشاط النهارده عباره عن السوق الرمضاني، وبنعرف الولاد ايه هي المظاهر الاحتفال برمضان في مصر، وكمان بيعملوا نشاط، يعني بيعملوا فانوس، بيعملوا الكرافت بتاعهم عشان بيحسوا بالبهجة بتاعت رمضان. حاجة كمان احنا عملناها النهاردة زيادة لان عيد الام، فاحنا حبينا كده نقول لماما كل سنة طيبة، فالفانوس بيقول ان رمضان احلى مع ماما. الايفنت هو ميرجنج، يعني عشان شهر رمضان وعشان يوم الام، فاحنا عملنا ديكور خشب مكتوب عليه رمضان احلى مع ماما، فبحيث ان الماما تبقى مستفيده من الارت اللي الولاد هيعملوه ويبقوا مبسوطين ويقدموه لمامتهم بمناسبه عيد الام، وفي نفس الوقت يبقوا ايفنت لطيف الام واولادها في رمضان. اليوم الرمضاني، السوق الرمضاني، كقطايف وكنافة، بنمثل كل السوق الرمضاني للأطفال وبنجسد لهم الجو الرمضاني عامة، بس بنعوشهم في جو يعني جميل كده بأجواء رمضان. لا مبسوطين جدا حقيقي يعني، وأنا ببسط من فرحتهم من لما بعمل لهم الجو ده. عملنا فانوس ولعبنا في بتاعت الكركديه والقطايف وبتاعت الفول، وجربنا بتاعت التمر، وجربنا بتاعت القطايف، وجربنا بتاعت الفول. النهارده عملنا فانوس وكمان اكلنا الفرخه، وكنا واقفين على عربيه الفول، وكمان وكنا بنلعب بعربيه. كان يوم حلو قوي، كنت مش عارفه اركب الفانوس بس ركبته بالعافيه يعني، وكمان كنت بجيب فول وبيض وعيش، وكمان اتبسطت قوي النهارده. عملنا فانوس بعد كده جينا هنا عملنا حاجات، وانا اتبسطت جدا، وعملنا هنا حاجات، بقينا فول وقعدنا هنا وعملنا حاجات كتير قوي بجد. انا مبسوطه قوي، كان يوم تحفه، وقفت على عربيه الفول وقعدت اعمل فول وبيض وعيش وطعميه وبصل وكده، وكان كان تحفه بجد، وكان يوم جميل قوي.